يعني غير جيدة، حق المواطن المشاهد أن يقول، لكن أنا من حقي أيضا أن أفكر سياسيا، أن أدعم فرق جادة أتيح لها فرصة أن تأتي إلى دمشق وأن تحضر المهرجان وأن ترى العروض الجيدة لتأتيني في العام القادم وقد صارت أفضل. طب ما المقاييس التي تضعها؟ يعني المقاييس ليس العرض، نعم. المسؤولين الذين يختارون العرض. يعني طبعا أولا هناك ما يمكن أن نسميه الموانع التي تتعلق بالثوابت. لا سيادة، أنا أتحدث بشكل شخصي، يعني أنا لما أختار لجنة لحتى تقيم لي لازم يكون فيها عناصر، فيها مقاييس كأشخاص. لا أتحدث عن النص، لا أتحدث عن الأشخاص الذين سيقيمون، من هم؟ يعني بكفي يكونوا مزوئين. مزوئين الذوق